أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيفرد أي تمييز، وإن كان الاسم التام مسنا أو مجموعا إن كان التمييز جنسا، وهو ما يتشابه أجزاؤه ويقع مجردا عن التاء على القليل والكثير، فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه كالماء والتمر والزيت والضرب، بخلاف رجل وفرس، إلا أن يقصد الأنواع أي ما فوق النوع الواحد، فيشمل المثنى أيضا، لأنه لا يدل لفظ الجنس مفردا عليها، فلا بد من أن يثنى أو يجمع. لا شرحي جامي دينو لدرجي أم شرح دا دقين درسي صدو سيزدا. هل بحثي تميز دين بس ما نكر لبيج داكوا تميز لبشي أولي داكوا بس ما نكر كوتمان رفع إبهام دكا لذاتك مسكور باشا كتبيعة مقدار أو مفردة بغالبي أو بصمك باشا جا استي لدرجي أو بحث دا دقينا سر أم بابتك مصنف برحمة الفرمي فيفردو شارج الفرمي أي تميزو تميزك لردك ووتمان لذاتك مسكور دبيت، يعني دفع إبهامك دكا لذاتك كذاتك مسكورة باشا ليرا كان دا على أو تميز مفرد به، وإن كان الاسم التام مثنى أو مجموعا باهاتن اسم تامك كالدرسي بيش دا باس ما كلك اسمي تام بشي دالن أو كوا بتنوين يا بإضافة يا بنوني تصنيع ياشي بهجمع تواو دبيتو تميزك منصوب دكا على تميزك بمفردي دهين دري باهرچن اسم تامك كناسب عامل تميزك تصنيع بيا جمع به كي إن كان التمييز جنسا بمرجك اگه تميزك جنس بوهو دقيقا بمشيو دبيت تميزك مفرد دبيت الكارمان باسم تامك نيا مفرد مصنع يا مجموعة اترو كيف خويتو خلاصي كلام اورقي خوي ديارة باشا أجا جنس به، جنس به وهو ما يتشابه أجزاؤه، أويا كوا أجزاي أو جنسا لواقدة تشابه يعني بيكو، يعني جي، يعني همو يعني شريك لودا كأم خلاصي كلام أم أجزاء يك اسمه، باشا، يعني لودا كاسم كل بصري دا إطلاق ذكره، باشا زور شاكا، بلان استي رجل فرس، مثلا تو دبيني هرچند دا اسم جنسي إفرادين. بلان اگر اطلاق دکری بسر افرادی رجل بسر افرادی رجل بسر افراد که اطلاق دکری لواقع دا بشیوی که با قول علماء دلن على سبیل البدلیه، یعنی رجل جارک با من دلن ام جا جارک با تو بکرد، جارک با فلانی، جارک با فیساری، جارک با باوکم، جارک با کاکم، جارک با شا، یعنی بنورا ماها. بلان مثلا استل جنسا استأم نور نورانية است شون تماشاكا جا إدامكي أم جا ويقع مجردا عن التاء على القليل والكثير فلا حاجة إلى تسمية جميع وواقع دبي أم جنسا بمجرلتا باشا بمجرلتا كواقع دبي خلاصي كلام جا يقع أم جا على القليل تعلق وسوب يقع واقع دبي أم جنسا كحالي ويا تيبيا ونيا واقع ببيته واقع دبي بصر كم وبصر زوردة اتر او كاتا فلا حاجة الى تثنيتي وجمعه بيزناك اما تسليم كيا جمعكين وكو مثلا كالماء والتمر والزيت والضرب اس امانا تو دبيني ماء يا تمر يا زيت يا ضرب باشا اما جنسة يعني اجزاي اما همو شريك هاو بشن لدرزبوني أم اسم داو لشكل قرتني أم اسم دا مثلا شون
تمر بهرچی تمر که دگوتری یعنی باو جنس اوی پیدا گوتری تمر ام تمره خلاصه کلام همو دگریتا چی پیدا گوتری خورما اما تمر اوی دگریتا چی پیدا گوتری زید آوا چی بچی دگوتری آو آو چیه نگ اوا ما جارك بو آوكي هولير بكار بينينو جارش كبو آوك لسليماني جارك بو آوك چكر لسليماني جارك بو آوك لمحابا نا 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 اوني باشا امانا لكار دانيا اه زور چاكا بلان بخلاف رجل وفرسين اما لرجل وفرس داوانيا باشا اما لواقع دا اسم جنس افرادي في اولان باشا چون اسم جنس افرادي يعني اما اللي ركان دا بنوراوكو عرزم كردن جارك بمن دا قتل الرجل جارك بتو دا قتل أم جا بنورا أبو الشيو بك إني واني كتل الرجل يكرت إطلاقي ببي بسر تواوي خلاصي كلام أو أفراد دا نا اسم جنس إفراد يعني يقدان لو جنس لخو دا قتل جا أم جا هر جارو بو دانك هر جارو بو دانك بلان لا اسم جنس كدا وانيا باشا إيه جا ما أقد تائي فيو نبو بوك مزور بكار دي بلا اگه تا ای پی او بو مثلا که تمرت یعنی یک داره ما اتشتی که آوه یک او ضربت یک لیدان نک همو لیدانک آوه باشا اه الا ان یقصد الانواع ای ما فوق النوع الواحدی مگر او مبست بی لو جنس انواع مبست بیت ای ما فوق النوع الواحدی یعنی لسروی یک نوع مبست بیت ایتر او کاتف فيشمل المصنع أيضا تسنيج لخو دقري يعني أنواع تسنيج لخو دقري دوارة بوشنك لأنه لا يدل لفظ الجنس مفردا عليها هكا تتوبونه شنك لفظ الجنس بمفردي كحالي وابي دلالة ناك على سر أنواعك بيسمان بو تسنية بتسنية بو جمع بجمع فلا بد من أن يثنى أو يجمع مثلا أو كاتتو دلي رتل زيتا نوانيا باشان جاري دلال الله رتلاني زيتيني كذا بمشيو إدامة كده طو قيلة أم قائلة شيء شارح هندية وفي تخصيص قصد الأنواع بالاستثناء نظر لأنه كما جاز أن يقال طاب زيد جلستين للنوع جاز أن يقال طاب زيد جلستين للعدد ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالأنواع حصص الجنس سواء كانت بالخصوصيات الكلية أو الشخصية يتنم زعما بحثي جامية أكو جاري كاش أرزم كدون مولانا جامي برحمة به لم كتب دا يتر نوكي بيكانون يزكي زوجاران متوجه شارح هندية كشارح هندية وكشتك كخلقي هند بو هر بوشو مشهورة ديار لو ناو تسيدا كتابكي بروي باشي هيا باشا وكتابكشي مختصر تللم شرح جامي جابلان رخنا قرلا جناب ابن حزب بلان ليرا كندا جامي لزمني شرح كداك كدوتي كافية حستاو بجوابي رخنا كاني هم اي ام اي فاضله اي هندي شارح هندي هم با ايراضي هم با ركن الدين استرابادي بهم يان كي رخنا ايرادي لجاء لا ابن حازم قلتوا لا كافيه كي حستاو بجواب داني او رخنا نجلزمني او دا جنابي شارح هندي ضل لوداك لتايبت كدني قصدي أنواع كذا إلا يوصل أنواع باستثناء أم تايبت كدني قصدي أنواع باستثناء كباستثناء وتايبت كده لا إيراتها على ندبوا يا باستثناء بيقتها بو شون كذا لا لأنه كما جاز أن يقال طاب زيد جلستين للنوع هروكو درست بلي طاب زيد جلستين كبن بو نوع أيوانيا كان نوعك سرويق نوعا أي دودانة مثلا دودانة جاز أن يقال طاب زيدون جلستين بفتحة بعدد درس جبلي والله طاب زيدون شي جلستين يعني وكل يرد كبو نوعك سرويق نوع بتسني يديه يعني بو سرويق نوعش لعددا بو سرويق عدديش لعددا لنتدا بتسني يديه يعني إتبي يسيبهم استثناء
ندكرت يعني أوكا قصي أنواعك استثناك رودكات أو باشا دلوانيا دلدكري لواقادة أو نوعا كبتسنية ديت عددكش لولاوة هربة تسنية بيت هيك شيء تداني لواقادة يعني سروي يقنوع كبتسنية ديت أيوانيا دكري لعدد جدا حرب تصنيع بد أما إلى ذلك كأو دقيقة. بلان الجواب هذا لا إمكانه جوابته عنه لو نظرة أحكته تبو نظر بأن المراد بالأنواع إما بس بأنواع لمتن كافية دا حصص الجنس بشكان جنسا جاء سواء كانت تماشاكا فرغناك أو حصصا كانت اسمك أتتبو حصص فرغناك أو حصصا بخصوصياتي كلي بن يا شخصي شون خصوصياتي كلي بوي أول كذا لخصوصياتي كلي أنواع دينا بروا بوي دوام أعداد دينا بروا يعني همو جاقرية تواني يعني أو حصصانا فرقناك بقيديكي كلي مثلا بونمونا مثلا بينجي مثلا بونمونا توزالي تركي رومي كردي مثلا بو انسان ياوكو انسان فرس بو حيوان باشا اعتاوليتي يا نخير امانا لواقدا توزانم تيكل با كومالا قيد منك قيدك مثلا تيا شخصية مثلا كو زيت وكو عمر ايوانيا مثلا بونمونا مثلا بونمونة توزالي اها زيد اها عمر اما قيدك شخصي لها قيده باشا بلا انا وكيك قيده كل مثلا كوت التركي اتلا ما اشتيك عامة لها قيده صورتك كلية شخصي مثلا وكو مثلا زيد وكو مثلا عمر بونمونة مثلا تاوليتي جا ليرا كندا دلت دكري إما جواب دينوان لم إدادا كما بسي بأنواع لدى إلا أن يقصد الأنواع أو ما بس بي بشكاني جنس بجا بشكاني جنس فرقناك بين جي بخصوصياتك خصياصتك كلين يا شخصين كلين مثلا وكوكا بصوري كلية مثلا الرومي باشا يا صورتك شخصي مثلا تولي وكو زيد مثلا وكو مثلا عامر مثلا بولن جا فرقناك أو لان برحال ايتر شتيكي زريفني اعمل واقيدة اما براسي ما لتشوار تشوي نحو داني ام بابتا يعني كوم الله شده اندرية تناو نحو هل اصلا ربتي بالنحو يعني مثلا بونمونا هل اعوى تنانت هتا رخنكي هنديج اما دا شتيكي زريفو تايبا دنيا الواقيدة يعني اما انهاتون لبر اوكا وزور سرقرم با علمي معقول أما طبيعة حتى أم بابتانشان بمشي ودر هنا ولا واقعدة جابوية ترى وشتيكي زور تايبدني لا واقعدة شتيكي زور ظريفني يقول له شتيكي تايبدني أم بابتانا بارحل ويجمع متن كبوبة فيفرض إن كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع باشا ويجمع في غيره أي يورد التمييز على ما فوق الواحد جوازا حيث لم يقصد الواحد في غيره أي غير الجنس نحو عندي عدل ثوبين أو أثوابا وبجمع دهندري يعني وارد به تميس لسر ويقدانا بصورة جواز باشا تسنيج دقري تواني لا يجمع دا تسنيج دقري تونك الجمع لردا لغوية كيما بس نق إصلاحيكا جا جمع دكتور تواني دهندري تميز لسر ويجدانا بتصنيع وبجمع وقت ما بس يجدانا نبي لغير جنس كده باشا وجمع دكتور لغير جنس يعني أجل جنس نبو لواقع دا عرضي براي خوما كم أجل جنس نبو بجمع دهندري بتصنيع ده وقت له عندي عدل ثوبيني أما بتصنيع يا عندي عدل مثلا عدل ثوبين يا عدل أثوابا شتيش يبو الشيوية باشا ثم إن كان أي المفرد المقدار تاما بتنوين أو بنون التسنية جازت الإضافة باشا
أو المعنى الشارح ده فرمي إن وجد التمييز متلبسا بتنوين المفرد أو بنونه التي للتسنية فإنه لما تم الاسم بها بهما اقتضى التمييز اقتضى التمييز جازت الإضافة باشا أي إضافة المفرد المقدار إلى التمييز إضافة بانية بإسقاط تنوين ونون التسنية جوازا شائعا كثيرا لحصول غرض ورفع الإبهام ذلك مع التخفيف دلا باشان أو مفردا مقدارا كاسم تام أوكو لبيش دابا سمك أو مفردا مقدارا كتام بتنون يا بنون تسنية أو باشا أو درست إضافة بكرت أو المعنى باشا لسر معنى أول عرضي براي خونكم كان ناقصة دبيت لسر دوم تام دبيت باشا أو المعنى إن وجد التمييز أما يعني أجر كان تام بيت أم بمعنى دبيت أجر ناقصة بها إن كان المفرد المقدار تاما مفرد دبيت اسمي كان تاما خبر والآن إن وجد التمييزها باشا أو ديارك ليدا كان تاما أجر إن وجد التمييز متلبسا بنون بتنوين المفرد أو بنونه التي لتسنتي يا معناك أعب أجر وجرك والتمييز كحال وابو تقلب بتنوين مفرد يا بنوني تنوين كهوي كبو تسنية شنك أعبنون عادة إي تسنية لزي تنوينة فإنه لما تم الاسم بهما لكاتك اسم تواب ببمدوانا اقتضى التمييز دعخوازي تمييز وتمييزي دابا جا أجر أوابو اسم مفردك كمفردك مقدار خلاصة كلام تام با تنوين يا بنوني تسنية إذا فش درستا لقال أودا يعني مفرد مقدار يعني اسم تام ما كإضافة بكرة برا تميزك بكودي وكرتي إضافة درستا يعني لقال أودا كتميزك بمنصوبي ده هندري وك أو كحالي تميز وعد بمنصوبي إضافة شي درستا أي إضافة المفرد المقدار إلى التمييز إضافة بانية يعني إضافة مفرد كمفردك كمقدار وكباس مانكر كتواب بنوني تسنية يا جم يا نوني يا بتنوني يا بتنوني تسنية إضافة بكرة برو تمييزك لشيوازي أوانك إضافة بانية باش أبو شو كده ده مضاف إليك جنسي مضافك وكل مثال كان دادت جاء أمجا شون بإسقاط التنوين أجر مفرد بو ونوني تسنية أجر تسنية بو أما جازد جوازا درستم إضافة بدرزبوني كوا شائعا كثيرا زورا لحصول الغرض شونك غرزك هدفك لو تميزا حاتو تجيوش كتورف الإبهام بذلك مع التخفيف لا بردني إبهام بذلك بو إضافة لقل تخفيفش بس أنت والي تنوينك حزد دوي المفردك داد نونك لتسنية داد وهم تشيب يظل دفع إبهامك ذكره وهم تخفيفكش حاصل بلاك دباشا نحو رتل زيتن دريشتر تاوكو رتل زيتن منوا سمنن منواني سمنن دريشتر تاوكو منوا سمنن هم دفع إبهامك كلاوة وهم تخفيفكش حاصل ولا مضافة كده مثلا بولمون وإلا وأي وإن لم يكن بتنوين أو بنون تسنيتي بأن يكون بنون الجمع الإضافة بسم الله الرحمن الرحيم أجر وابو وانبو أي شنبو أجر وانبو أي شن يعني أجر بتنوين نبو أميك يا بنوني تسنية نبو أي شن بلكو بمجربو ببنوني جمع ويا بإضافة أعرف فلا يجوز الإضافة إضافة دروزنية إلا بقلة في نون الجمع مجر بصورته كم لنون جمع يعني لو تميز ذاك بتنوين جمع وتعبو به وكتول عشرو درهمين يعني أمشتك فصيحنية حيا بلانشتك قوينية عشرو درهمين كعشرونية إضافة كلا وبرو تميزك كدرهم أما في الإضافة لو ذاك تواب به بإضافة فلألا يلزم إضافة المضاف بوي إضافة مضاف دروسنا بتاني مضافة كإضافة كده بعد إضافة بكرتوعنا وأما في نون الجمع أما النون جمع النون شف جمع على واقدة بل أن النون جمع يعني لو دا كبنون جمع وتعود بيت فلنو جاز أن يضاف إلى غير مميزي درس إضافة بكرة برو غير تميز بل أن بو تميز إضافة ناكلة نحو عشريكا يا عشري رمضان أو درسته باشا
أو درستا مثلا عشريكاني أو عشريني كإيتويا يعني العشرين التي لك مثلا عشري رمضان يعني مثلا عشرينه يعني روجي بيستمي رمضان نج بيست للي حاضي رمضان عوانا بيست للي حاضيته معنى نية دلي دا 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 إيتو مثلا عشري كان أنا بيست أو بيستك إيتو رمضان بيست رمضان نج بيست بيستي ولا بيز رمضان أوانا 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 أو ليردا كافك ورمضان تميزي عشرين كنين بو جائزة إضافة بكتب أما باتفاق بو لكسرة الحاجة إليه چونك بيستي زورا إليه بو غير تميزة كليردا باشا باشا يعني أجل إضافة بكتب بو غير تميزة كما احتاج زورا بو بلان فلو أضيف إلى المميز مميز إضافة بكتب برو تميزة كا لازم الالتباس في بعض الصور لهندي الصورة التباس غدد باشا لأنه لا يعلم مثلا عند إضافة عشرين إلى رمضان أنه أراد عشرين رمضان أو أراد اليوم العشرين من رمضان لبروا دل نازان مثلا لكاتك كعشرين إضافة كبر رمضان كتر عشرين رمضان مثلا أنازاني أريم بستيتي بيستي رمضان أنه أراد عشرين رمضان يعني مثلا بإضافة ما أراد عشرين رمضان ما بس يبي بيز رمضان يا أو أراد اليوم عشرين من رمضان يا ما بس تي كمان نعم روجي بيستمل رمضان شو قلنا زاندر الأخير يعني تو أجر إضافة عشرين كبر ورمضان نازاني بعشا يعني أجر بحثك أو يا أجر تميز به بلان أجر رمضان تميز به جائزة باشا او جائزة بلان يشتي كاش دا قلت لي ايوش اويا هندي دلن كاكا تميزنا كيرا يو رمضانش معرفة التباسي تيدانيا مقر او كوا ابم تقديره كوا بلين ولا علمنا بيت عادة علمنا بي او كاتا جا اويا دل اقل اذا فكرا مثلا لهندي صورة التباس غودة چونکه نازان در لکات اضافه 20 بو رمضان قبلین رمضان تمیز بیت بو 20 ا ما بس اراده 20 رمضان ما بس بيز رمضان اراده اليوم 20 رمضان يا ما بس روشي بيستمل رمضان اما نازان در لواقعده باشا ديله نتيجه ده فلا يضاف في غير صور الالتباس ايضا الا على عقلة لغير او صورتان اجداك التباس رود ده دوباره اضافه نك مغرب كمي يعني اما لصورتي أو صورتان كالتباس رودة دا إضافة ناكري لغير أو صورتان شاك التباس بلين الرونة دا حر إضافة ناكري ما قربة كمي بول يكون الباب أقرب إلى الإطراد بوي بابك نزيق ببرو إطراني هموي يكشيو بيو يكحال بيو يكوزع بيو ناك مثلا لهاني شون لإضافة بكري لأنه شون نسيا إضافة ناكري أما توزك شيشي لواقيدة باشا لباسي اشتيكاش دا او رمضان اقابلين او وكو عرزم كدن خوي عشرين اشتيكي عشرين اشتيكي رمضان لا اخدا اقابلين تميزا ناخوا شوك رمضان بخوي معرفة مقر او بلين قصي تنكيري ليكين اوشكا توز دولة لعشتيكاش دا كافكا ناكلي ببيتا تميز شوك كافكا زميلة ليردا ومعرفة وتميزي وكو خيرمان وازبت بيت ناكلي بيت اما قايديكي قشتيا جاء أمزا بينه ودواوة فالأول عن مفرد مقدار غالبا أما أو وعن غير مقدار باشا عطف على عن مفرد مقدار عطف وصل أو بندي بيشوك يعني بشي أولا تميز كدفع إبهام دكا لذاتك ذاتك مسكولة أو لمفرد بيت باشا كأم مفرد مقدار بيت بغالبي أي الأول كما يرفع الإبهام عن مفرد مقدار تميز بشي أول شون دفع إبهام ذاك لمفردك مقدار كذلك يرفع عن مفرد غير مقدار لمفردك إيش كمقدار نبيت رفع إبهام هذاك أي ما ليس بعدد يك ولا وزن ولا زراع ولا كيل ولا مقياس يعني أويكوا عدد نبيت أويكوا
وزن نبي زراع نبي كيل نبي مقياس نبي يعني دقيقا بيتشواني مقدارك آه نحو خاتم حديدا خوي دفرمي فإن الخاتم مبهم باعتبار الجنس خاتم ليردا مبهم باعتبار جنسك باشا خاتم إتما جنسا مبهمة تام بالتنويني بتنويني شو تاوبو فاقتضى تمييزا تمييزك دخوازك كواتيا حديدنا دي أم ليرا كندا أم تمييزا دفع إبهامي كر لمفردك خاتمة بلا خاتمك غير مقدار مقدارنية نوزن نزراع نكيل إن مقياس إن عدد هيت كاملة أنانية جامد ألم بشاندا والخفض أي خفض التمييزي بإضافة غير المقدار إليه أكثر استعمالا لم بشي أول دا أجد تمييزك دفع إبهامي ذكر لمفردك كمقدار بو تمييزك بقشتي منصوبة بلام لم بشا دا كتمييز دفع إبهام دك لمفردك غير المقدار تمييز بقشتي بزوري مجرورة لدا والخفض أكثر أي خفض التمييزي جري تمييز بإضافة غير المقدار إليه بوك غير مقدار بلا إضافة بكي أكثر استعمالا زورتر بكار جيرا وليدا تاوكو نسبة بو لحصول غبي مال خفتي لبر اوا لواقيدا هدفك كدفي بهام هاتو تجيك لقل خفتي شا طولي خاتم حديدي هم دفي بهام كراو لخاتم كخاتمك حديدة وهم خفتي كش حاصل بو بإضافة كديني او بلاي وكتنونك ساقد بو مصلا بإضافة اي خفض التمييزي جري تمييز بإضافة غير مقدار بإضافة غير مقدارك قبلين خاتمة برو تمييزك كحديزة فذلك أكثر استعمالا زوتر بكار هندراوة بو لحصول الغلبة حات نجي هدفك كدفع إبهام لغل خيفتك كحسك تنوين كراوة لا مضافك كخاتم به أما يقوى لقصور غير المقدار عن طلب التمييزي باشا ولبر كوتاي غير مقدار لداوة كدني تمييز جا وقتك كوتا هات لداواك دني تميس احتياج نابي بلو نصبكي باشا يعني ام غير مقدارة كوتايا باشا لهولداني تميس بو لان الاصل في المبهمات لان الاصل في المبهمات المقادير وغيرها ليس بهذه المثابة طلال بلو اصل لمبهماتا مقدار كان كإبهام ينتدى أما الزي أما وزن أما زراعة أما عدد أما كيل أما مقياسة بلا وغيره هكتب ومقادير غير مقادير ليس بهذه المسابة يعني بم مرتبة درجانين لواقيدة جابويا أو أندا سرقرمي هولداني تميزني لواقيدة بوشيوية چونك أم لواقيدة لمبهمات أصل لواقيدة مقادير بي دي غير مقادير بم درجانين لواقيدة باشا بم درجانينو بوية بيوستي بوا ناكا ليرا كندا لقينا وصاني كباشي دومي تميزو ليرا دادا بيستينو بخواهي قولتان دستويرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.